الكلين ومراجعة الأصول المكشوفين والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. لذا نحرص على استكمال المشاريع في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. ولمواكبة التقدم في أرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار مؤهلات كثيرة من المنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة. عملة مراكش السيد عمر الرملات وقد حصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة. السيدة جميلة سوكامو عن عمالة مراكش وقد حصلت على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى.